الله الرحمن الرحيم. احنا اولياء الكرمي جينا هنا للمكتبه تاع الدوله تحت سما لاشين، دير لاشين منها للخمسه تاع العشيه ما يطيرلكش. نورمال مكتوبه يرجعوهم للمدارس كما كانوا من قبل، يبيعوهم كما راهم يبيعوهم هنا على السمه تاع الفني تاع البرنامج التربيه. راهي لاشين احنا ضرينا نقعدوا بالسمك كاع النهار غدوة. انا راني في دوجور رايح وجاي، في واحد يقرا في الابتدائي السنه الخامسه وواحد البنت تقرا في السنه الثانيه في الابتدائي. معناتها لحد الساعه راهم بالكتوبه؟ لحد الساعه وما نعرف، صادقوا منا نجيبها ثاني سمانه كما راني. احنا نتقدموا للسلطات قالوا رانا مغبونين مع هذه القضيه نتاع الكتوبه. القضيه نتاع الكتب المدرسيه وهذه الحلول ماهيش حلول فعاله. احنا ماذا بينا لو كان السلطات تتدخل وتوفر لنا هذا الكتب. انا به وليدي قال اربع ايام خمس ايام ولا حتى تفوت المقرر يعني ب 15 يوم، وقتاش يبدا كل استاذ وقتاش يبدا والمعلم وقتاش يبدا يقري؟ وهذه لاشين من 8 نتاع الصباح وانا واقف هنا غير 12، وربما نلحق الكتاب ربما ما نلحقوش. هذه والله لا كارثه. احنا ماذا بينا السلطات تتدخل ويساعدونا ويشوفوا لنا حلول، يقسموا كتب في المدارس، قسموا كتب في المدارس ونخلصوهم كما كنا بكري. هذا يعني هذا التنظيم اللي راهم السلطات شكون هما؟ السلطات اي سلطات المسؤولة، السلطات المسؤولة على هذا. هما يديروا كل حل. احنا ماذا بينا يشوفوا لنا حلول آنية، ما نقراوش حتى من بعد. الشعب راه مقبول في طول اللي يجري على خدمته وعلى نهاره راه يجري على كتاب. وإلا لحقوا ما وزيد ما نهضروش على غلاء الأسعار نتاعهم ولا هذه يعني أصبحت يعني أمر يعني مقبول. والحل لكم تحوشوا عليه انتوما الشاور المدارس خذوا يا استاذ المدارس كان توهم نشريها من التريزور تاع المدرسه نشريها من المؤسسه. احنا رانا ما سمعنا هذه يلاه انا ما سمع هنا واقف انا واقف راه فراح. لماذا كنت جا واحد راه ليها يخدم في الشركه قالوا له لو كان ما تجيش اليوم غادي نحبسوك. عيطوا له ولا قالوا له حابس في الشركه كي يديروا لو كيجي الكتوبه يروح للخدمه يجيب القهوه تاع اولاده ما سمعوا هنا. هذه كتوبه نورمالمون كون داروهم في المدارس المدير ولا المديريه تاع غليزان ولا اي ولايه يشوفوا المدارس تاع الابتدائي ولا تاع المتوسط ولا الثانوي يشوفوا الكتوبه اللي خاصينهم ويقول له ها الكتاب اللي خاصك وجيب الدراهم على والدي يقول واحد يكتب منا ماشي يدير ما باه يدير لاشين هنايا. كاين بديونه كاين بريزرطيش كاين من عين مريان كاين من القطار الرنو التاوكريت كاين هنا 20 بلديه ولا 30 بلديه راهي هنايا. ما نلحقوش. هذه والله لا كارثه. احنا ماذا بينا السلطات تتدخل ويساعدونا ويشوفوا لنا حلول. يقسموا كتب في المدارس قسموا كتب في المدارس ونخلصوهم كما كنا بكري. هذا يعني هذا التنظيم اللي راهم السلطات شكون هما؟ السلطات اي سلطات المسؤولة السلطات المسؤولة على هذا هما يديروا كل حل. احنا ماذا بينا يشوفوا لنا حلول آنية ما نقراوش حتى من بعد. الشعب راه مقبول في طول اللي يجري على خدمته وعلى نهاره راه يجري على كتاب. وإلا لحقوا ما وزيد ما نهضروش على غلاء الأسعار نتاعهم ولا هذه يعني أصبحت يعني أمر يعني مقبول. والحل لكم تحوشوا عليه انتوما الشاور المدارس خذوا يا استاذ المدارس كان توهم نشريها من التريزور تاع المدرسة نشريها من المؤسسة. احنا رانا ما سمعنا هذه يلاه انا ما سمع هنا واقف انا واقف راه فراح. لماذا كنت جا واحد راه ليها يخدم في الشركة قالوا له لو كان ما تجيش اليوم غادي نحبسوك. عيطوا له ولا قالوا له حابس في الشركة كي يديروا؟ لو كيجي الكتوبه يروح للخدمه يجيب القهوه تاع اولاده ما سمعوا هنا. هذه كتوبه نورمالمون كون داروهم في المدارس المدير ولا المديريه تاع غليزان ولا اي ولايه يشوفوا المدارس تاع الابتدائي ولا تاع المتوسط ولا الثانوي يشوفوا الكتوبه اللي خاصينهم ويقول له ها الكتاب اللي خاصك وجيب الدراهم على والدي يقول واحد يكتب منا ماشي يدير ما باه يدير لاشين هنايا. كاين بديونه كاين بريزرطيش كاين من عين مريان كاين من القطار الرنو التاوكريت كاين هنا 20 بلديه ولا 30 بلديه راهي هنايا. 300 بلديه انا كارم هنا يدوب كتوبه قالوا قلنا نديروا منا في المدارس على علينا هذا الشيء. هذا 100 بلديه الطوق كامل تتكب في بلاصه واحده على جال باش تجيب الكتاب على دارت على كنا تكتب من الاقسام من 8 تاع الصباح راني ماشي في الشط راني واقف هنا راني هاي لحقت عليا 12 ما كاش بس هذه قال نلحق ولا ما نلحقش. عندي ثلاثة يقراو ثلاثة يقراو باش تلحق لهم تجيب لهم الكتب نتاعهم صاتي با تلحقهم ولا ما تلحقهم. تقعد تقارن تعطل لهم 15 يوم وحدة أخرى وأنت قاعد تستنى خدام. هي درت روطار اليوم على الكتوبة هي اليوم عيط لي قال لي يا تدخل اليوم يا نحبسوك.
وشحال من ساعة وانت هنا وقتها جيت؟ جيت العشرة، أنا جيت الوطار مني جاي من بني علوي على جال الكتوبة. وما زلت ما لحقتش؟ ما زال ما لحقتش. باقي له ساعتين وما يلحقش. إن شاء الله قدامي شعب. وشحال عندك من ذرية يقرا؟ عندي زوج. واش من سنة أخر؟ سنة خامسة. مازال ما على بالي لا كان ولا ما كان. مازال أعلم منهم أنا يهديهم ربي ويرجعونا للمدير هو اللي يدبر راسه في السوايع كما كنا نشروهم معليش. يديرون في المدرسة في المدرسة. الكتوبة يديرون في المدرسة كما كانوا بكري. هذه في المدرسة.